يمكن القول عن الأمير عبد القادر الجزائري أنه سبق عصره، وأنه جسد بشكل حقيقي في أقواله وأفعاله ثقافة المنطقة في أبهى تجلياتها. قارع الأمير عبد القادر الجزائري الفرنسيون لعقد من الزمن، وقابل سياسة الأرض المحروقة بأخلاق متسامية وتسامح فريد. استقر الأمير عبد القادر الجزائري في دمشق من عام 1856، وخمسون إلى عام وفاته عام 1883، أي 27 سنة، وخلف أولاده وأحفاده الموجودين إلى اليوم. شاهد أحفاد الأمير عبد القادر وأين يعيشون اليوم؟ إخواني في الله، أحتاج إلى 10 ثواني من وقتك. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. الأميرة بديعة الحسني الجزائري، كاتبة ومؤرخة جزائرية، ولدت في 30ات القرن 20 في تطوان وتعيش في دمشق، عضو في اتحاد المؤرخين الجزائريين، ورئيسة شرفية في مؤسسة الأمير عبد القادر في الجزائر العاصمة ومدينة معسكر، حفيدة الأمير عبد القادر الجزائري ومؤرخة لسيرته. ولدت الأميرة بديعة الحسني الجزائري في 30ات القرن الماضي في تطوان في المملكة المغربية لأسرة الأمير عبد القادر الجزائري، وهي ابنة الأمير مصطفى الحسني الجزائري ولأميرة شفيقة، بنت الأمير عبد الملك بن عبد القادر، وأعمامها الأمير عز الدين الجزائري الذي استشهد في الثورة السورية الكبرى، والأمير عمر أحد شهداء 6 أيار 1916، وهي أرملة العميد عدنان محمد راغب العجلاني، ووالدة الحقوقي فوزان، والأديبة بتول، والجيوفيزيائي غياث، والمهندس يزن. درست في معهد دوحة الأدب في دمشق، وهي خريجة دار اللغات بدمشق. بدمشق توفيت رحمة الله عليها. السيدة زهور أبو طالب. اعترضت حفيدة الأمير ومديرة الجمعية الناشطة عن الدفاع عن رموز الدولة حول مصطلح الاستسلام، قائلة: من يستسلم لفرنسا لا يخرج بعدها من يحاربها في الجزائر وكل بلاد العرب. واستدلت بذلك على حفيده الأمير خالد الذي يعد أول من طرح مسألة الجزائر بمجلس الشيوخ الأمريكي. والأمير عبد الملك الذي حارب فرنسا بالمغرب قبل عبد الكريم الخطابي، والأمير علي باشا الذي حارب فرنسا بليبيا قبل عمر المختار، والأمير عز الدين الذي استشهد ببيروت، حتى أن عائلة الأمير خلال الحرب العالمية كانت باتصال مع الألمان ضد فرنسا. الأمير عبد القادر هو مؤسس الدولة الجزائرية المعاصرة وكافح المستدمر الفرنسي لمدة 17 عاماً، باحتساب عامين تحت لواء أبيه محي الدين، وكان حافظاً لكتاب الله ومجاهداً مغواراً وشاعراً فذا وفيلسوفاً كبيراً. السيدة عتيقة بوطالب، وهي حفيدة الأمير عبد القادر، وظهرت في الفترة الأخيرة وهي تدافع عن من أساء للأمير عبد القادر وتهجمهم عليه، وترد بمقال مطول على منشور وليس مقال، قائلة: أين مؤسسة الأمير من ذكرى معركة المقطع؟ ما أثارني أنه بدلاً من أن تدافع عن ذاكرة الأمير دافعت عن مؤسسة سحب منها اعتمادها، رغم أن رئيستها لا زالت تنشط باسمها. كما غمزت السيدة أن هناك من يستغل اسم الأمير لأجل امتيازات الأمير خالد من مواليد سوريا في 29 أفريل 1972، عاد إلى الجزائر وأكمل الخدمة العسكرية، حيث قال بأنه مستعد لتأدية الدور السينمائي للأمير عبد القادر دون أي مقابل، لاعتقاده أنه لا يوجد أي شخصية فنية قادرة على تجسيد شخصية الأمير عبد القادر بدقة متناهية، موضحاً أنه يملك القدرات الفنية اللازمة لهذا الدور، إلى جانب الشبه الكبير بينه وبين جده في تقاسيم الوجه. وقال حفيد الأمير عبد القادر الأمير خالد أنه حل بمعسكر مشاركاً بالاحتفالات بالذكرى 189 للمبايعة الأولى التي تمت بموقع المبايعة بجريس، مشيراً إلى أنه جاء قبل أسابيع من أجل التمثيل في فيلم وثائقي حول حياة وسيرة الأمير عبد القادر الذي تم إنجاز جزء منه بين تلمسان ومعسكر. الشيخ محمد خلدون الحسني الجزائري.
هو أبو إدريس محمد خلدون بن محمد مكي بن عبد المجيد بن عبد الباقي بن محمد السعيد، الأخ الأكبر للأمير عبد القادر الجزائري ابن السيد محي الدين الحسني الجزائري. ولد بدمشق فجر يوم الجمعة 2 جانفي 1970، طبيب أسنان جراح ألمعي وفقيه مالكي متمكن، مجاز بالفتوى على مذهب الإمام مالك، وجامع للقراءات القرآنية العشر، وباحث محقق، ومصنف مدقق، وخبير في الأنساب عموماً وأنساب آل البيت خصوصاً، ومتخصص في تاريخ جده الأمير عبد القادر الجزائري وسيرته، وعلى دراية واسعة به. ذو شخصية علمية بصيرة، رائده الحق والدليل، لا يتعصب لمذهب، ولا يقلد إماماً تقليداً أعمى، ولا يخرج عن المذاهب الأربعة، متبع للسنة، معني بدراسة الحديث النبوي الشريف، ويتجنب الخوض في علم الكلام، ويعرض عن كتبه وبحوثه، وهو على طريقة الإمامين مالك وسفيان في الإمساك عن المسائل التي لم نكلف الخوض فيها ولم نؤمر التعمق فيها، وبخاصة ما كان في ذات الله جل شأنه. صفية الجزائرية. في ظل عبق هذه الذكريات ولدت السيدة صفية سنة 1935 في قصر دمر على مقربة من دمشق في كنف أبيها محمد سعيد بن عبد القادر الجزائري، حيث درست في إحدى مدارس الراهبات الفرنسيسكان هناك. وكان قدر صفية أن تكون جسراً للعلاقة مع الأسرة الأخرى، أسرة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي تعرفت على أحد أبنائها هو الدبلوماسي رشيد ابن شقيقه محمد الخطابي، رفيقه في حرب التحرير التي خاضها ضد المستعمر الإسباني والفرنسي بين 1921 و1926 من القرن الماضي، حيث كان اللقاء والزواج في دمشق، حيث شغل السيد رشيد الخطابي هناك منصباً دبلوماسياً في السفارة المغربية، ثم كان الانتقال إلى مصر بعد تأسيس الجمهورية العربية المتحدة. توفيت رحمة الله عليها. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. كانوا يدعونه بالجن، لم تنل منه رصاصات الإرهاب ولم يصرعه الجباحية أخويا بوان نوار، نقطة سوداء في الطريق السيئة. منحدر الجباحية، أو كما يلقبه البعض منحد، مشاهير تحدوا الله وشتموه أمام الناس، فنزل بهم العقاب الإلهي بسرعة هائلة. إن الله تحفل أوراق الثورة الجزائرية بقصص أسطورية عن جميلات الجزائر اللواتي خلدت تضحياتهن وبطولاتهن وأسماؤهن عبر الروايات.